مساء الخير، اهلا بحضراتكم وعيد سعيد عليكم جميعا. النهارده احنا معانا نجمه كبيره جدا، يعني على مدار 17 حلقه لفتت انظار كل المتابعين لمسلسل جزيره غمام بادائها العبقري وتعاطف الجميع معاها لمعرفه قتله حفيدتها سندس. كلنا كنا بننتظر القصاص لتلك الفتاة المسكينة التي قتلت غدرا، ولما ماتت في المسلسل طبعا زعلنا جدا عليها كأنها يعني واحدة من عيلتنا. الفنانة الكبيرة والقديرة والعبقرية عايدة فهمي يا جماعة ممثلة كبيرة جدا، قدمت الشخصية بحرفية الممثل وبأداء لا يقل عن نجوم هوليوود. عايدة فهمي فنانة مسرحية قديرة، قدمت قبل كده كتير من الروائع على خشبات المسارح وخدت الكتير من الجوائز، كان آخرها جائزة أفضل ممثلة في المهرجان القومي للمسرح، وكانت آخر أعمالها المسرحية قبل مسلسل جزيرة غمام على طول مسرحية فريدة، وهي مسرحية مونودراما وكانت صعبة جداً. يعني مفيش أحسن من إن إحنا في العيد يبقى ضيفتنا هي الفنانة الكبيرة والقديرة عايدة فهمي. أهلا بحضرتك. أهلا بيك، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة ومصر كلها بألف خير. أولا ألف مبروك على المسلسل، يعني من أهم المسلسلات اللي كانت موجودة السنة دي في دراما رمضان 2022، والنجاح كان في كل عناصر العمل، يعني التمثيل والكتابة والإخراج والمزيكا، يعني كل حاجة. فأنا خليني أبدأ مع حضرتك وأسألك، إزاي جه انضمامك لهذه الملحمة الدرامية الرمضانية الناجحة؟ قبل ما أبدأ ده إجابة على سؤالك أقول لك شكرا على المقدمة طبعا الجميلة جدا جدا. مازال الفنان بيشتغل بروح الهواية، والكلام والتقدير من ناس ومن أماكن زي حضرتك أستاذ، زي حضرتك، ومكان زي اليوم السابع لما بتشرف بكلمة من كلماتك فأنا راسي بتبقى في السماء. فأنا فخورة جدا جدا بكلامك وفخورة بلقائي في اليوم السابع. والله الكلام ده يعني أقل حاجة تتقال عن حضرتك. أشكرك جدا عايز. جدا أنا بعتولي شركة سينرجي، الشركة العريقة الكبيرة سينرجي، كنت اشتغلت معهم السنة اللي فاتت مشهد فنجيب زاهي زركش مع الأستاذ يحيى الفخراني. أيوه مع الأستاذ الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكنت أنا وفتوح أحمد ومحمد الصاوي عاملين مشهد أو سيكونس كده، بس كان لطيف جدا جدا، وكان الأستاذ عبد الرحيم كمان برضه. فبعتولي فرحت، يعني وانا بتعاقد او انا بتفق معاهم حكولي حد من الشركه، يعني حكالي قال لي الدور كذا كذا كذا. ف اتجننت على الدور طبعا، وقلت ده دور يدفع عليه فلوس يعني. وانا عارفه يعني حسيت ان الدور هيبقى جامد جدا. ما حدش قال لي مين اللي رشحني، انا قلت الشركه رشحتني عشان انا كنت معاهم السنه اللي فاتت وكده. بس بالوقت يعني عرفت ان الاستاذ عبد الرحيم كمال الكاتب الكبير قوي هو اللي رشحني، والشركه طبعا لان انا اتعاملت معاهم قبل كده فهم نلت القبول عندهم يعني. فكان ترشيح من عند الاستاذ عبد الرحيم أيوة كمان. ايوه. طب ايه اللي خلاك توافقي يعني على دور زي ده اكبر من سنك مثلا؟ اعتقد ب 20 ولا ب 30 سنه، يعني المفروض انها ست يعني معمره جده، يعني في ممثلات كتير قوي من جيلك ومن جيل اكبر من جيلك ممكن تخاف ان هي تقدم الدور ده. هقول لك اولا ايه اللي خلاني اوافق على الدور ده من غير كده ما ابص على اي حاجه، ده الاستاذ عبد الرحيم كمال. يعني لازم اوافق، وزي ما بقول لك انا عملت مشهد السنه اللي فاتت، فدور زي كده انا ما اعملوش؟ لا اعمله طبعا. وبعدين هخاف من ايه؟ اولا عشان السؤال ده انا اتسالته كتير، اولا انا سني الحالي انا اعمل جده، واعمل جده لحد كبير، فيعني احنا مش هنضحك على بعض. لا دي حقيقه يا، فاحنا يعني هنروح فين يعني؟ عايز اقول لك بالمناسبه انه المكير ما عملليش تجاعيد في وشي، ما عملش تجاعيد، انا الطلعه في مليحه بتجاعيد وشي الحقيقيه، احنا مجرد غمقنا الوش. فده سني يعني، يمكن اكبر شويه او يمكن الحاله وصلت انها اكبر شويه، لكن احنا هنروح فين؟ ما دي الادوار بتاعتنا دلوقتي.
وبنعمل كل او انا يعني كممثله انا اعمل اي دور، يعني انا من حبي في الفن اعرف اجسد اي شخصيه. فلا ما خفتش طبعا، بالعكس بالعكس، اعمل ده واعمل غيره واعمل اقل واعمل اكتر ولا حاجه تفرق، مش فارق معاك خالص. طب ازاي انت عشتي يعني حاله التوحد مع شخصيه مليحه دي، ويعني الالهام كده بتاع الشخصيه جالك ازاي انك تقدميها بالاداء ده وبالطريقه دي واللهجه الصعيديه؟ يعني هل انت صعيديه من اهل الصعيد؟ لا اولا انا مش صعيديه خالص، انا اسكندرانيه. والله طبعا بس مثلت كتير صعيدي، واخرهم كانت مسرحيه حريم النار، وانت من الناس طبعاً المتابعين للمسرح فانت طبعاً شفت حريم النار. قعدنا نتدرب حوالي 6 7 شهور على اللهجه الصعيدي، ولو ان الصعيدي مختلف عن جزيره غمام، يعني حسب ما انا فهمت انها بلاد يعني واماكن كل واحد ليه لهجته الخاصه يعني. لكن كان معانا مدرب اللهجه الاستاذ عبد النبي، شاطر وهو صعيدي، فكان بيدربنا صح جدا جدا على كل مشهد وكل جمله تقريبا. وبعدين خلاص احنا بقينا عندنا حرفيه ان احنا عملنا صعيدي قبل كده، عملنا لغه عربيه، عملنا مش عارف، فخلاص بقت عندنا الحرفه دي يعني. جالي الهام شخصيه مليحه، يعني زي انا قلت قبل كده انه ورق الاستاذ عبد الرحيم كمال بينطق الشخصيه، بتنطق الشخصيه ممثله نفسها، الشخصيه مجسده نفسها على الورق. فالممثل الشاطر ياخد المعطيات اللي الكاتب مديها له في الشخصيه على الورق ويجسدها. الممثل الشاطر مع المخرج الكبير، المخرج الكبير الاستاذ حسين المنباوي. هو الحقيقه انا ما قعدتش معاه كتير قبل، او يمكن ما قعدتش معاه خالص قبل ما اشتغل، لكن انا خدت الشخصيه مع نفسي واشتغلت عليها مع نفسي على الورق من خلال ورق الاستاذ عبد الرحيم. ومع اول مشهد انا اتناقشت قبل التصوير مع الاستاذ حسين مجرد حاجات بسيطه كده، فهمت هو حضرته عايز ايه، وانا قلت له انا شايفه انها ممكن يبقى كذا، فاتفقنا. هو شايف ان انا هبقى ماشيه يعني في الشخصيه، شايف ان انا هبقى ماشيه في التراك الصح اللي هو شايفه كرؤيه عامه كمخرج، وانا شفت المخرج عايز ايه ولمحت هو عايز يحط الشخصيه في انهي اتجاه، وانا اشتغلت معاه على هذا الاساس. طب انت الشخصيه هي سيده مسنه كفيفه، يمكن دور الكفيف ده تقدم كتير في السينما وفي الدراما، قدمه الاستاذ مثلا احمد زكي لما جسد شخصيه محمود عبد العزيز وناس كتير، عبد العزيز طبعا ومحمد صبحي كتير، بس انت عملتيه بطريقه اللي هو الكفيف اللي بيبقى عنيم مقفوله، مقفوله طبعا، مش الكفيف اللي هو عنيم فتحها وبيبقى مثبتها وبيتحرك بقى بطريقه معينه. هل ده كان الصعوبه ولا الصعوبه انك تبقى مفتحها؟ لا الصعوبه في ده، في انك تبقى طبعا. امال ايه؟ وده اللي طلبه الاستاذ حسين منباوي، انا قلت له حاضر طبعا اللي حضرتك تشوفه انا هعمله. ما اسهل ان انا افتح عيني وابقى شايفه اللي قدامي وشايفه رياكشنات اللي قدامي الممثل، ما انت بتلقط من اللي قدامك. دي كان فيها صعوبه ان انا ما يبقاش فيه الكونتاكت اللي بيني وبين الممثل اللي قدامي. استنيتي عن اداه مهمه من ادوات الممثل بالظبط، يعني ما انا هقول لك ده. لا الاهم من ده ان انا ما ابقى واقفه في مشهد قدام عملاق اسمه رياض الخولي، فانا لو شفت عينين رياض الخولي انا هزيد، انا هعلى كاداء. فانا استغنيت عن ده، استخدمت ودني مع الاساتذه، واستخدمت صوتي كاداه من ادوات الممثل للمساعده، لانه ده عنصر مهم جدا، عيني عنصر مهم جدا في التعبير، فانا استغنيت عنها والحمد لله ربنا وفقني وقدرت اعبر بصوتي عن ملامح الشخصيه اللي وصلت للناس. ما لو ما وصلتش للناس هيبقى انا عندي قصور في حاجه يعني. خاصه ان انت يعني اسمحي لي اقول ان انت عالميه في الاداء الصوتي. أيوة سواء في الاذاعه او في الدوبلاج، فبالنسبه لك كان برضو انك تعبري بصوتك كانت حاجه ما يعني. انا كنت سوسه برضو شويه في الحته دي، رحت لقطه وفرحت ان انا اعبر بصوتي اكتر يعني. انت قلت حاجه مهمه جدا من شويه انا عايز اتوقف عندها، عن كلام عبد الرحيم كمال او السيناريو اللي كاتبه والحوار اللي كاتبه، ان هو انا كنت بحس ان يعني بيتمثل كويس، يعني الكلام اللي كاتبه يتمثل حلو لو ممثل شاطر، وكانه هو ممثل صح؟ بيكتب يعني آه. يعني مش دايما كده على فكره، مش دايما المؤلف بيكتب بروح الممثل. كل الشخصيات مش مليحه بس على فكره، كل شخصيات الممثل وكان المؤلف هو اللي مثل الشخصيه دي. السنه اللي فاتت في نجيب زاهي زركش وانا بعمل الدور الصغير، فالاستاذ المخرج قال لي
انا عايزك تسمعي المشهد ده باداء الاستاذ عبد الرحيم كمال. فانا خفت، قلت له انا هعمله، يعني انا هعمله لانه ما تتاثريش، مش بس ما تاثرش، اصل الاستاذ كاتب ده باين في ورقه، واخد بالك؟ محتاج اقعد اسمعيه بجد، باين في ورقه. فانا عرفت الاستاذ كاتب ازاي، وانا بخبرتي وبشطارتي رحت لقطه الكاركتر وطلعت بالطريقه دي. فسؤالك كان ايه تاني بعد اذنك؟ لا انا كنت بسالك ان يعني ده بالنسبه لي كان سهل، او بالنسبه للممثلين كلهم ان الكلام هو كاتبه حلو. طبعا، فالممثل الشاطر هتلاقي بيأديه بيعلى بيه. هو كاتب بروح الممثل، هو كاتب وكانه هو اللي بيتكلم. وانا ما اعرفش طبعا الحته دي عند الاستاذ، هل هو فعلا كان ممثل قبل كده؟ وبعدين تلاقيه انه ممثل كل الشخصيات، يعني كاتب كل الشخصيات بالطريقه دي. يعني شخصيه عرفات مثلا، ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال في الكتابه ده الاول؟ يعني اما احمد امين يبقى ممثل عبقري كده ويطلع ال حته البونبونايه اللي اداها لنا دي، ده معاه ورق اولا حلو اولا. ونفس الحكايه عند كل الشخصيات، عند كل الممثلين. طب مليحه في المسلسل هي صوت العدل والحق والضمير في الجزيره، طبعا صح؟ طبعا. ليه بقى موته المؤلف يعني في لما انتصر 17. لما خدت حقها، اخدت حقها خلاص. هو ده الهدف من الشخصيه دي، حققت العداله وحققت كل حاجه، الهدف اللي كان قدامها. وخد بالك انها ما ظلمتش حد، يعني طول الوقت هي مش عايزه تظلم حد، صح؟ لانها كذا حد جابوه لها بالظبط كده وقالت لا مش هو، اسفه جدا. قلبها عندها بصيره، مش هي عاميه، لكن عندها بصيره، هي شايفه ان مش ده. ولما الولد كان بيجي يعيط على تحت الشباك، هي قامت بكل قوتها وجبروتها وجابته وضربته وكتفته. مين ست عجوزه وعاميه وتعمل كل ده؟ فعندها بصيره وعندها قوه عشان تاخد الحق. خدت الحق، ارتاحت خلاص، هو ده الهدف منها، مش عايزه حاجه تانية. والاستاذ حسين يعني مخرج بجد عظيم بجد. انا كنت معاه اول امبارح، كنا في حاجه كده تجمع يعني، وشكرته على مشهد مليحه، موت مليحه، لان انا ما شفتش المشهد كده. المشهد اولا مفتوح، المكان مفتوح، بين وفي كل اهل موجودين، اولا المجاميع الكتير اللي هم اهل الجزيره، ثانيا كل ممثلين المسلسل موجودين. فانا دخلت مثلت دوري، مشهد ملحمي، انا مثلت دوري. لكن ما كنتش متخيله ان المشهد هيبقى كده. لما اتعرض بقى وانا اتفرجت عليه في الحلقه، انا كنت منهاره من العياط والله العظيم. انا عيطت عياط على مليحه لما ماتت، انا ما كنتش متخيله احنا كده. كلنا عيطنا على فكره. ده معناه ايه؟ معناه ان الممثل بيدخل يؤدي دوره، لكن المخرج عنده حكايه ثانيه خالص يعني. طب ده كان اصعب مشهد في لا ليكي في المسلسل؟ لا 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 لا. امال كان لا. ايه اصعب مشهد كان بالنسبه لك؟ كان اصعب مشهد ليا لما عرفات راح لها البيت وطبطب عليها وقال لها كلميني عن سندس. فقعدت تحكي له عن سندس وهي في قمه الحزن وقمه البكاء. قالت له ما توجعش قلبي يا ولدي، ما بلاش. قال لها كلميني عن حبيبتك. قالت له كانش في حد في الدنيا زيها، طلتها كانت تخليني شايفه الدنيا، كاني شايفه نور قدامي. ضحكتها كانت تخليني كاني عايزه اجوم ارقص ارقص. طب تصدق في ليله قمت رقصت قعدت لحد الصبحيه ارقص 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 لحد ما وجعت، ما انا ما شايفاش وعمال ارقص. وتضحك وتعيط لا ده الماستر سين بالنسبه لي طبعا، بالاضافه لمشهد الموت يعني. لكن ده مع احساس عرفات احمد امين وجماله واحساسه العالي جدا، هو ما قالش حاجه في المشهد، لكن كل ما ابص له في التسجيل يا فيلم واحنا بنصور يعني، استمد منه هو احساسه رايح فين واروح قايله. فده كان مشهد بالنسبه لي صعب لكنه ممتع جدا. هو كان في حاله من العبقريه في الاداء لكل الممثلين على فكره في جزيره الغمام، من الدور الصغير للدور الكبير حقيقي. يعني سيمفونيه في الاداء الجميع حقيقي صح؟ حقيقي حاجه، وتحس كل واحد مختارينه في دوره الصح. كل واحد الكاستنج في المسلسل ده كان عالي جدا، هو سر نجاح. وبعدين هقول لك على حاجه كمان، انا عجبتني قوي وانا بنت مسرح ومتحيزه للمسرح قوي، معظم الممثلين في المسلسل ده ممثلين مسرح أصلهم، حتى مسرح. اللي بيقولوا جمله صح،
حتى اللي بيقول صح. انا سمعت مره مشهد لبنت ممثله بتقول كام جمله، رحت عامله كده قلت دي بتاعت مسرح، انا ما اعرفهاش دي بتاعت مسرح. لما جينا لو احنا التقينا مع بعض في الاحتفاليه بتاعت مسرح الطليعه، فانا شفتها قلت لها انت اللي كنت في، قالت لي اه انا بنت المسرح اللي هي عامل شخصيه نجاه اللي بيروح العجم ياخد بنتها يطلب بنتها. سلوى، سلوى، سلوى عزب، سلوى عزب. انا الحقيقه مش عارفه اسمها، لا دي دفعتي انا عارفها، ممثله، ممثله وبتاعت مسرح شاطره ادي جايه بتقول مشهد. لكن كل حد شوف الاساتذه اللي جم، العيلي، حمزه العيلي، حمزه لسه ما بقول لك اهو، الضيوف اللي جم بعد كده، ضياء عبد الخالق، ضياء عبد الخالق هذا العبقري طبعا. هذا الممثل الجامد قوي، حمزه العيلي الاستاذ يعني بصراحه، لا محمد جمعه، محمد جمعه ده بطل من ابطال المسلسل، اقصد اقول لك اللي جم ضيوف بعد كده يعني حاجه، يعني ده رزق الحقيقه، الممثلين دول صح. رزق لجزيره غمام. صح استاذه عايده، طب يعني انت بدايات حضرتك في السينما كانت مع الكبار، يعني كاتبه الاعدام مع الاستاذ نور الشريف، مخرج عاطف الطيب، الهروب مع النجم الكبير استاذ احمد زكي في شخصيه زينب، وغير ارابيسكي طبعا في الدراما، يعني اعمال رائعه وعظيمه. لكن انا عايز اتكلم عن السينما بعد النجاحات دي كلها مع الكبار، ليه بعدتي في السينما؟ يعني ما كملتيش المسيره السينمائيه يا استاذ جمال؟ انت مش بعيد عن الحياه الفنيه، انت راجل داخل فيها جامد جدا. تمام. الحياه الفنيه بتاعتنا ما فيش ان الفنان هو اللي بيروح وهو اللي بيجي، لا هو بيطلب، او يعني بتبقى المساله عرض وطلب. احتمال اكون انا كسلت شويه وبعدت شويه، احتمال. لكن معرفش يعني، يمكن في وقتها سني ما كانش مطلوب تاني، دلوقتي انا لما كبرت فبقى سني ينفع انه يتحط في حاجات معينه. انا الحقيقه مش عارفه يعني، دي حاجه محتاجه دراسه جامده يعني. لكن انا اشتغلت وكنت في السنين اللي فاتت بشتغل برضو، انما سينما لا ما اشتغلتش سينما. من وقتها انا ما اشتغلتش سينما. كان اخر فيلم هو الهروب؟ لا الفيلم ايه مع الاستاذ نور الشريف، كتيبه الاعدام، كتيبه الاعدام. طب يعني خلينا نرجع تاني لموضوع المسرح، يعني دايما كانوا بيقولوا ان هو بيعطل. دلوقتي لا، بقى كل المميزين اللي بنشوفهم في دراما رمضان من ولاد المسرح. أيوة. اتغيرت النظره دي صح؟ اتغيرت ليه بقى؟ يعني تقريبا يعني اللي انا هقوله ده، لان دلوقتي بقى في سوشيال ميديا بتوريك كل الحركه المسرحيه بتقدمها لك. ايوه. قبل كده ما كانش فيه ده، وما فيش دعايه اساسا للمسرح، فطب انت هتعرف منين ولاد المسرح؟ هتعرف منين؟ فدلوقتي بقى في سوشيال ميديا، وبقى في بتقدم لك انه في هنا، بتنور لك في هنا وكذا وكذا، فالناس بدات تهتم وتروح تشوف المسرح، الناس اللي هم اهل المهنه يعني. فده اللي حاصل، بينزلوا بيشوفوا وبيتابعوا وبيختاروا. انت عملتي برضو مسرحيه للاطفال، سنو وايت والاقزام. أيوة. وكانت برضو مسرحية جميلة، وكان فيها أنا ومروة. أنت ومروة عبد المنعم طبعاً، وإخراج الأستاذ محسن رزق طبعاً. التجربة دي كلميني عنها، عن تجربة مسرح الأطفال وتقديم النصوص العالمية. عملت مسرح الطفل برضو، حاجات تانية كتيرة في مسرح الطفل، آخرهم كان ريبونزل وسنو وايت. موضوع تاني وجمهور تاني، بس جمهور مسرح محسن رزق ومروة هو جمهور أسرة مش جمهور طفل. يعني احنا كنا الأسرة كلها، الأسرة كلها. ما كناش بنشوف مجرد أطفال جاية تتفرج وخلاص، مش مدرسة جاية، لا 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 خالص. الأسرة كاملة، أب وأم وبيبقوا مبهورين، وبنشوف ده في عينيهم، بنشوف ده في لقائهم بعد كده، إن هم مبهورين. أولا محسن رزق بيعمل مسرح مبهر جدا، بيعمل إبهار، بيحاكي المسرح العالمي اللي هم الحاجات الحقيقيه، سنو وايت وريبانزل والحاجات العالميه. فحاله من الابهار بتعجب الطفل وبتعجب باباه ومامته، اخواته، الاسره كلها بتسعد بالنوع ده من المسرح. والدوبلاج برضو انت محققه فيه يعني طبعا انا مشوار في كبير. طبعا. كان ايه اشهر الشخصيات اللي انت عملتيها؟ لا حاجات كتير قوي، انا مش فاكره بالظبط، انا ما زلت في الدوبلاج طبعا. طبعا. وبخرج حاجات انيميشن. كنت شفت حد على السوشيال ميديا حاطط لي كالا، وبيقول يا جماعه ده الممثله دي هي اللي بتعمل الشخصيه دي. أيوة. كانهم اكتشفوا ده يعني. والده طرزان، ام طرزان، ده الكلام ده عملناه بقى لي كتير قوي، عملناها فيلم وعملناها
من امتع الحاجات اللي عملتها كمان، يعني من امتع الحاجات. واتبعت لي جواب شكر من ديزني، طبعا زي شهاده كده او عن حاجه شخصيه كالا، عن شخصيه كالا، لانها كانت شخصيه حنينه قوي قوي. أيوه. الصوت الناعم الحنين ده، وده مش عايزه اقول طبعا كده عشان هيبقى عيب، يعني انه في لمحه انسانيه اكتر من الاصلي اللي عملها بشكل اللي عملها الاجنبي. في اللمحه الانسانيه بتاعتنا حقيقي. انا عارف ان برضو ان حضرتك خدتي بعتوا لك شكر ده، عارف ان برضو الاستاذ عبد الرحمن ابو زهره برضو بعتوله في سيمبا، جاله برضو نفس الشكر، لان هم اما بيلاقوا فنان متميز طبعا بيقدروه جامد. يعني انت هتعيدي مسرحيه فريده مونودراما؟ لسه فريده ما خلصتش، احنا عرضنا وقت قليل جدا وبعدين دخلت علينا بقى رمضان والمسلسلات وكده، فاحنا توقفنا شويه، لكن لسه عرض فريده انتاج مسرح الطليعه لسه ما زال مستمر. انا عايز بقى استغل الفرصه دي واقول لكل المشاهدين اللي شافوا الفنانه عايده فهمي في مليحه، يجوا بقى يشوفوها في فريده، يلاقوا حاجه تانية بقى، بتعمل شخصيه فنانه بيتقدم بيها العمر، بس مش هقول تفاصيل تاني زياده عن كده، بس تمثيل عبقري ومونو دراما، يعني بتمثل لوحدها. فالدور ده انساني برضو، من الادوار اللي بيمتعك طبعا كممثله على خشبه المسرح قوي. يعني وبرضو ارجع اقول لك بقى تاني، من الورق اكرم مصطفى كاتب شاطر ومخرج شاطر، فاحنا واخدين ده عن اغنيه التم لتشيكوف. أوكي. لكن كاتبه اكرم مصطفى، ممثره بقى بطريقه مصريه. فبرضه دي شخصيه الممثله اللي تقاعدت وكانت نجمه كبيره قوي 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 ملء السمع والبصر، وبعدين قعدت وبتلاقي نفسها فجاه في يوم قاعده في المسرح لوحدها، فبتسترجع كل ادوارها وكل حياتها السابقه. يعني ايه الشخصيه اللي نفسك تقدميها ما عملتهاش؟ لا، شخصيه ميديا انا عملتها طبعا. ميديا. انا عملت ميديا زمان وانا صغيره في المعهد، وكانت حاجه وقتها كانت الدنيا كلها بتتكلم عن العرض ده. نفسك تعيديها تاني؟ كان جيسون توفيق عبد الحميد. الله. والعرض كان اخراج احمد عبد العزيز، احمد الممثل. أحمد عبد العزيز. طبعا. فعملنا العرض ده وكنا الناس كانت طايره بينا في السماء، فانا نفسي اقدم ميديا دلوقتي وانا في السن ده. ينفع؟ طبعا ينفع. جدا. مع الاستاذ توفيق عبد الحميد برضه. يا ريت. يا سلام. يا سلام، ده توفيق ده حبيبي وحبيب الناس كلها، ارجوك. طيب انا مش طول عليكي طبعا، لان انا اولا مستمتع بالحوار معاكي، لان في حاجات كتير قوي عندك ومسيره، يعني نتقابل تاني اكيد. يعني نتقابل، بس انا عايز اختم بان انا يعني هطلب منك انك تقولي كلمات عن بعض الفنانين اللي انت بتحبيهم، سواء من الجيل الحالي او الجيل، فانا اقول لك الاسم حتى لو هتقولي عنه يعني سطر او جمله او براحتك. يعني هبدا باحمد امين في شخصيه عرفات. في الشخصيه ولا هو شخصيه؟ بشكل عام. بشكل عام احمد امين مفاجاه انسانيه وفنيه وطاقه حلوه قوي في اللوكيشن، طاقة حلوة قوي مع زمايله، حد جميل جدا وده بيبان على وشه. طارق لطفي. يا سلام، ده حبيبي ده. طارق اولا فنان كبير جدا جدا، وبيقدم نفسه وبيطور نفسه بشكل مختلف. شايف عامل ايه المرة دي طبعاً. غير قبل كده. صح. غير السنة اللي فاتت، الحاجات بتاعت السنه عامل شر كده من غير بقى ما يعمل حواجبه ولا يكشر ولا يبرق ولا يزعق. كان عامل القاهره كابول السنه اللي فاتت، شوف العبقريه طبعا. وشوف الفرق بين. صح. رياض الخولي. الاستاذ اللي انا شخصيا بستمتع وانا قاعده، لسه كنت بقول مع حد كده انه كنت بقعد في اللوكيشن الاقي محمود البزاوي وطارق والاستاذ رياض الخولي بيمثلوا مع بعض، بقعد اتفرج كده والله العظيم، بقعد وانا مبهوره، مع ان انا ممثله شاطره وكل حاجه، لكن انا شايفه حاجه جميله قوي. حاجه ابداع من بتاع زمان. احمد زكي. ده كبير الشغلانه دي. يعني تفتكري حاجه وانت كنت لسه بتمثلي بقى لسه صغيره احمد زكي الله يرحمه، الف رحمه ونور عليه. طبعا انا كنت بخاف اولا جدا من استاذ عاطف الطيب ومن الاستاذ احمد زكي، لكن هو دايما كان بيطبطب ودايما كان بيطمني ومش بيقول ملحوظات قد ما هو بيشاور، يعني تعالي نعمل كذا ويروح هو يغوص هو في شخصيته، ملوش دعوه يعني، واخد بالك ازاي؟ فالغوص في شخصيته ده انا كنت بلمحه، انا بشوف الشخص ده
رايح في اتجاه دوره، يعني فاهم ازاي؟ يعني رايح هو غايص في الشخصية تماما يعني. نور الشريف، نور الشريف اصله برضو ايه؟ الاستاذ الله يرحمه، الف رحمة ونور عليه، هو برضو ابن مسرح. صحيح. ف يعني حاجة مهمة قوي. حاجة مهمة قوي، وبنتعلم منه وهو بيشتغل. لا بنتعلم. المخرج عاطف الطيب اللي هو اتعاملت معاه في اكتر من الف رحمة ونور عليه، كان بيحب الممثل قوي، كان بيحب الممثل وبيديله ملحوظات، بيديله ملحوظات، عارف زي كده الاستاذ حسين المنباوي، بيحب الممثل قوي، يديله الملحوظه اللي طالعه منه هو، يعني يشوف مليحه دي طالعه منك ازاي، فهو يوجهك يحطك على التراك الصح. كان كده الاستاذ عاطف الطيب. مش زي في مخرجين كده بسمع المقوله دي دايما يقول لك التمثيل مسؤوليه، مسؤوليه كل ممثل. لا انا ربنا ما وعدنيش بالنوع ده من المخرجين. طب لا. كويس، حظك حلو. طبعا. عبد الرحيم كمال، يعني ده تاني عمل انا بأدين ليه بالولاء وبالفضل وبالحب وبالاحترام، يعني مش قادره اقول لك. هو حطني انا كعايده فهمي كاني لسه بادئه امثل جديد، بس هو حطني في مكانه عاليه قوي، لان انا الناس رحبت بيا في الدور ده تحت اسم عبد الرحيم كمال، فانا ده انا عاليه قوي. وفاء عامر، وفاء دي جميله، وفاء دي صاحبتي اصلها وعشره عمر طويله جدا، واحنا اسكندرانيه زي بعض، وست جدعه، ست محترمه وجدعه وصاحبه صاحبتها وكل حاجه. اخر حاجه مي عز الدين، جميله خالص. مي انا ما اعرفهاش، انا اول مره اتعامل معاها في المسلسل، وانا شايفه انا ما شفتش نجمه، انا ما شفتش نجمه، انا شفت بنوته جميله مهذبه. اخر فنانه بقى مي عز الدين، بتهيألي دي اول مره انت تتعاملي معاها. اول مره اتعامل مع مي عز الدين، بصرف النظر عن انها نجمه كبيره، لكن انا كنت بشوف في اللوكيشن طفله جميله قاعده بتتابع كل حاجه وقاعده منتظره شغلها، حاجه في منتهى الرقي، وده اللي بيوصل النجم لان هو يبقى كبير. لان في بعض النجوم او النجمات انا برضو اشتغلت معاهم، هو مش بتاع كده، هو يدخل يعمل الحبتين ويتنطط على الناس وبتاع بعضهم يعني. وده قليل على فكره بالمناسبه يعني. انما مي عز الدين اللي مخليها كبيره قوي كده ومحبوبه قوي من الناس، ان هي بنوته جميله ولطيفه خالص خالص يعني. بالاضافه لدورها الجميل اللي هي عاملاه السنه دي، يا جمالك. صح. يا مي، يا جمالك. دور العايقه. امال ايه، امال ايه. استاذه عايده، انا سعيد جدا باللقاء دوت. استنى، انت ما سالتنيش على حد مهم. ممكن اي حد انت عايز تتكلمي عنه؟ من فضلك. طبعا الاستاذ فؤاد المهندس. انت اشتغلتي معايا طبعا. الاستاذ فؤاد المهندس طبعاً. من ضمن الناس اللي انا احب ان انا اقول لك جملتين عنهم. طبعا. الاستاذ فؤاد المهندس، الاستاذ الكبير، المعلم، العلامه، رجل المسرح الكبير اللي بيحب المسرح وبيحب ولاد المسرح، اتعلمت على ايديه وتعلمت في مسرحه التقاليد المهنية، التقاليد المسرحية، حب الفن، حب المسرح، حب الخشبة. انت اشتغلت معاه كم عمل؟ اشتغلت معاه هالة حبيبتي بس لمدة 4 سنين تقريبا. مسرحية هالة حبيبتي. دي كانت مسرحية عظيمة. أمار. مع الأطفال. أمار. من أنجح المسرحيات اللي اتقدمت على الأطفال. طب أستاذ عيد، أنا عايزك تختمي اللقاء بكلمة للمشاهدين بمناسبة طبعا العيد، وكلمة لوجه أو وجهة جديدة، يعني بنت بتبدأ طريقها، تنصحيها تقولي لها إيه علشان تستمر ويبقى ليها مكانه في عالم الفن وفي عالم تستمر التمثيل. بنت، هبدا لك من الاخر بس. بنت بادئه جديده في، يعني وانت داخله المجال ده اشتغلي على نفسك، ذاكري مش مجرد حبه مكياج وباروكه ولبس وعمليات تجميل وعمليات تجميل وبتاع، لا الموضوع مش كده خالص. حاجة تانية. الموضوع مش كده خالص. خالص. انا يعني عندك مثال مثلا شخصية مليحة، وانا اهتميت بحاجة، شوفي الناس استقبلت ازاي، ده مثال يعني على فكرة. فاشتغلي على نفسك وذاكري الورق، ذاكري كويس، ما تدخليش، بيدخلوا دلوقتي يعملوا 3-4 اعمال مع بعض فتبقى مش فاهمة هي بتعمل ايه، فين، امتى الشخصية دي ولا التانية. لا الموضوع مش كده خالص. الانتشار كمان ما هوش كده، عايز تنتشر او عايزة تنتشري، انتشري صح، ذاكري واشتغلي على نفسك وركزي، لانه التركيز ده اهم عامل من عوامل النجاح.
انت فكرتي بحاجه مهمه جدا، ان الدور بتاع مليحه ده اللي انت عملتيه ده، انا شايف ان هو خطوه مهمه جدا لصناع الدراما والسينما ان هم يكتبوا ادوار للسن ده. طبعا لان ده موجود في هوليوود، بيكتبوا يعني ممكن تلاقي ميلير ستريب بتعمل شخصيه أيوة. وبتبقى هي البطله والنجمه والعمل بينجح ويكسر الدنيا. انا شايف ان ده في نقص في الدراما او في الكتابه بشكل عام في منطقه الشرق الاوسط. اقول لك على حاجه، انا اعتقد انه الدراما ابتداء من يمكن السنه اللي فاتت كمان رايحه. هو الاستاذ يحيى الفخراني هو شاب صغير؟ لا طبعا. سنه كبير، عامل ادوار تليق بسنه، تليق بعمره، وشوف النجوميه بتاعته وشوف العبقريه بتاعته. فلا، انا شايفه انه الدراما رايحه في اتجاه كويس جدا. وان شاء الله السنين اللي جايه هتكون احسن من كده كمان بكتير باذن الله. استاذه عايده، الكلمه الاخيره اللي انت هتوجهيها للجمهور بمناسبه العيد، واي حاجه انت حابه تقوليها يعني. هقول اولا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه ومصر بخير، كل سنة ومصر دايما بين الأمم فوق وعالية، كل سنة وأمنا الحبيبة مصر في تقدم وفي علو، دايما محمية بناسها بجيشها برئيسها بحبنا لوطننا. يا رب يا رب يا مصر دايما في تقدم وفي علو يا رب. كل سنة وحضرتك، كل سنة وحضراتكم بألف خير. كل سنة وحضرتك طيبة، وعيد سعيد على كل المشاهدين ومتابعين تلفزيون اليوم السابع. شكرا لحضراتكم.